فممكن تكون الأم يعني في حدا مشتاق للأم أو إنسان بتحبوه، لأني شايف الشخص هذا كذلك مفتقدك. الشخص هذا اللي أنت مفتقده شايفاه كذلك مفتقدك يا برج الجوزاء، كأنه كل واحد فيكم في مكان وأنتوا بعيدين عن بعض. لأني شايفاك يا برج الجوزاء كأنك مربط، ممكن تشوفه معي كأنه شي حدا مربط من كل الجهات، كأنك مش قادر تغير الوضع هذا، فلا أنت في الأرض ولا في السماء، كأنك معلق في شي موضوع أو موضوع وأنت مش بإيدك. عم تشوف الشخص هذا معلق، لا هو في الأرض ولا في السماء، فكأن الموضوع مش بإيديك يا برج الجوزاء. كذلك عم شوف في منكم اللي مشتاق للعيلة تبعه، ولكن الوضع والظروف ما سمحت له يكون قريب، لأني شايفة يعني في كأنك مسافر، يعني ممكن تكون أنت في دولة ثانية، يعني بعاد عن بعض، كل واحد في دولة وكل واحد في محافظة بعيد عن الثاني، لأني عم شوف في مسافة بيناتكم وفي شوق وحنين لبعض. كذلك شايفة في منكم اللي مشتاقة لأولادها أو بدها تصير حامل، يعني عم تحلم بولد، فالأمور راح تتيسر في الموضوع هذا. كما أني عم شوف في حب متبادل يا برج الجوزاء بين شخصين بعيدين عن بعض، فاحتمال يعني انت والشخص هذا ما بتكلموش بعد، او صار انفصال او طلاق، لاني شايفاك يعني بتحب الشخص هذا كتير، ولكن كأنك مربط او شي شغلة مخليتك معلق. احتمال يعني تكون مزوج او الطرف الاخر مزوج، وشايف انه هذا عائق قدام علاقتكم، والشغلة هذه كأنها مخلياك معلق بالموضوع هذا، لأني عم بشوف يعني بشكل عام نوع من الفراق والاشتياق وصدق المشاعر فيما يخص الأسرة. كذلك في منكم اللي مربوط بمكان بيشتغل فيه وحاسس بالشوق والحنين للناس اللي بيحبون، يعني كأنه مشتاق للماضي. فيما يخص ما هو عاطفي الحين، بصراحة في عندي طاقات كثيرة وأحداث كثيرة، ورح نحاول إنه نسرد أكثر شيء إحنا شايفين طاقته عالية، لأنه القراءة راح تنطبق على ناس طاقتهم عالية وما راح تنطبق على ناس طاقتهم هيك، لأنه إذا إجيت لكون شاملة الموضوع هذا راح ياخد وقت كتير. فشايفاك يا برج الجوزاء يعني إنسان روحاني كتير، وشايفة في تواصل روحي عالي بينك وبين الحبيب يا برج الجوزاء. لأني شايفة الحبيب يعني بيحبك وحامل كاس الحب، يعني مبين إنه يعني إنسان ذكي عقلاني حلو، وأحيانا يعني بتحسه بارد، ولكني شايفاه زعلان، شايفاه زعلان. في عندنا راح أقول الأبراج بشكل متتالي: برج الثور، برج الجدي، عندي دلو، جوزاء، ميزان. راح نكمل الأبراج مع القراءة، ولكن الشخص هذا زعلان وبيحبك، ولكن وكأنه ما بيحب يعرض مشاعره من وقت لآخر، يعني كأنه بيبين شوية هيك جاف، يعني مرة هيك ومرة هيك، ولكني شايفاه في الوقت هذا صار أكثر حكمة.
كأني حاسة إنه هو اللي قطع معك. وصار أكثر حكمة واتزان، يعني أصبح بيعتمد على عقله أكثر من قلبه، وأصبح أكثر نضج. فممكن تكونوا أنتوا حاليا في حالة انفصال، أو الشخص هذا زوج، يعني إذا كان زوج أو شريك، لأني أنا عم شوف في مسافة بيناتكم، وحقيقة شايفاه زعلان. شايفاه زعلان عليك وقاعد مستني، ما عم تشوف. الشخص هذا زعلان عليك وقاعد مستني، بيستناك تاخد خطوة. هو كله أمل، يعني شايفاه كله أمل بالرغم من إنه زعلان عليك يا برج الجوزاء، وناطرك وعم بيراجع الذكريات. الشخص هذا بعده عم بيراجع الذكريات اللي بيناتكم، حتى إذا كان مشى أو اختفى فجأة أو عامل روحه مطنش، لأن الشخص هذا بيشوفك أنت السولميت، الحب تبعه، الشخص اللي بده إياه والشريك. الشخص هذا يا برج الجوزاء يعني بحبك كتير. كذلك ممكن يكون متجوز، يعني ممكن يكون متزوج وانتو في علاقة ثلاثية. فشايفاك يا برج الجوزاء انت كأنك شايفاك زعلان، وكأنك ناطر أخبار أو رسالة من حدا بعيد عليك، أو أنتوا زعلانين من بعض وصار بيناتكم انفصال، لأني شايفاك بتفكر بشخص من الماضي، عم تفكر بشخص من الماضي. في بيناتكم ذكريات حلوة ولحظات جميلة، وشايفاك بتراقب الحبيب يا برج الجوزاء، في مراقبة. صراحة يا برج الجوزاء شايفة في مراقبة فظيعة، وأحب أقلك إنه هو كذلك بيراقبك يا برج الجوزاء، طمن. حتى إذا كنتوا قافلين على بعض بالسوشيال ميديا ومختفي، شخص هذا اختفى وعامل حاله مطنش ولا على باله، فهو بيراقبك لأنك بعدك في باله. شايفاك يا برج الجوزاء مندفع وزعلان، ومخبي زعلك عن الناس اللي حواليك، عم تبين كأنه مش فارقة معك، مع إني شايفاك يعني شايفة في منكم اللي حاول يرجع للحبيب، وكأني شايفة إنه الشخص هذا تخلى عنك أو طلع من العلاقة، أو أنت ممكن تكون مليت وطلعت من العلاقة. بسبب علاقة ثلاثية، ممكن تكون طلعت من العلاقة هذه بسبب علاقة ثلاثية، أو في طرف ثالث فات على العلاقة، أو حتى الشخص هذا ممكن يكون متزوج. في منكم اللي شاف إنه الشخص هذا شخص لعبي، خاين، يعني مخادع، أو اكتشف إنه في طرف ثالث أو إنه متزوج. ممكن يكون الموضوع معكوس، ممكن تكون أنت يا برج الجوزاء واكتشف الموضوع هذا وابتعد. فحاليا عم شوف الحبيب عم يحاول يعمل توازن، او عم يستناك تاخد قرار وتختار واحد،
لكني شايف الشخص هذا الفترة هذه متردد ومش واخد قرار نهائي في الموضوع هذا، ولكن هو متواصل معك روحيا. الشخص هذا متواصل معك روحيا. وبيفكر يعني في بداية جديدة معك يا برج الجوزاء، ولكن الموضوع هذا راح ياخد وقت طويل على الأقل في الفترة هذه اللي احنا بنحكي فيها، لأني مش شايف الشخص هذا ناوي ياخد قرار نهائي وسريع بهذا الخصوص، لأنه متردد ومتباطئ. وكذا شايفك يا برج الجوزاء حابب ترجع للشخص هذا، والحبيب شايفاه معند شوي، ولكن حب بشرك انه في فرحة جاياك بالطريق يا برج الجوزاء. فرحة، نجاح، اهي هطلع لك الورقة. في فرحة جاياك بالطريق، نجاح، شغلة انت راح تحبها يا برج الجوزاء. فأنت شايف إنه الحبيب يعني منشغل، فكأني حاسة إنه كأن علاقتكم علاقة توأم روح مع بعض، كأني عم شوف في طاقة تعلق. وأنت شايف إنه السولميت تبعك يا برج الجوزاء، ففي منكم اللي شايفاه متعلق كتير بالحبيب وزعلان، لأنه حاسس إنه خلاص يعني الحبيب تجاوزه ونسيه ومشغول بحياته، خصوصا بعد الشي اللي صار بيناتكم، سواء كان خيانة أو تعرضت لخيبة أمل أو انفصال أو طلاق. فشايفاك متعلق يعني بالشخص هذا، فممكن يعني تكون انت في علاقة، يعني علاقة تانية، وحاسس حالك عالق وغير سعيد في علاقتك. عم شوفك غير راضي، وحاسس انك تريد التراجع عن هذه العلاقة لتقييم خياراتك يا برج الجوزاء. ممكن تنطبق على الحبيب، ممكن تكون معكوسة. فكأني عم شوف إنك حاسس وتشعر بحاجة إلى التراجع عن العلاقة هذه لتقييم الخيارات، لأني شايفك غير راضي تماما عما أنت فيه. شايفك بتفكر بشخص بعيد عنك، شخص يعني ممكن الشخص هذا تركك أو طلع من حياتك أو أنت تركته، ولكني شايف الشخص هذا بعده بيحبك. ممكن الشخص هذا يكون طلع من العلاقة بعد خيبة أمل، فاحتمال يعني تكون أو الحبيب بيفكر يطلق أو ينفصل أو تعيد حساباتك، لأني عم شوفك مادد كأس الحب. وعم تحاول تمسك زمام الأمور، أو هو عم بيحاول يمسك زمام الأمور ليلاقي حل. ممكن الشخص هذا يكون متزوج أو في عنده قضية، أو الشخص هذا متزوج وبيفكر في حدا تاني، أو بيفكر فيك يا برج الجوزاء. كأنه ممكن تكون علاقة ثلاثية، فكأني عم شوفك عم تطلب العدل. برج الميزان موجود معنا،
الشخص هذا عم يحاول يوازن ويعمل توازن، ولكني شايفاه في مفترق الطرق. فأنا شايفة إنه الشخص هذا بيحبك يا برج الجوزاء، حتى إذا كان يعني متزوج أو كنت في علاقة ثلاثية أو كان يعني مع حدا تاني. فخلينا نشوف طاقتك يا برج الجوزاء، طلعوا على طاقتك يا برج الجوزاء. طاقتك طاقة إدمان على شيء، فممكن تكون يا برج الجوزاء، خلينا عشان تبين الصور، طاقة إدمان على شيء. فممكن تكون يعني بتراقب الحبيب كتير، يعني كأني عم شوفك غير متوازن وعم تحاول توازن، أو عم تحاول توازن ما بين شخصين. هي نفس الورقة، ونحطك بالصورة، أو عم تفكر في حدا أنت متعلق فيه وانتوا في علاقة ثلاثية، وانت بتفكر مين اللي راح يختار بيناتكم. كذلك شايفك يا برج الجوزاء عم تفكر تاخد خطوة لبداية جديدة وتبتدئ شغلة جديدة تمشي بها لقدام. شايفك زعلان يا برج الجوزاء على حدا انت بتحبه ومفتقده، شايفك مفتقده كتير. فممكن انتو منفصلين او كل واحد في بلد، لاني شايفة في بعد مسافة بيناتكم، وشايفة كأنه انت في عندك خيبة امل، لاني عم شوف في مسافة بيناتكم. فممكن انتو تباعدتوا على بعض بسبب يعني خداع، مكر، خيانة، شي حدا سرق منك الحبيب السول ميت، لأني عم شوفك في مفترق الطرق يا برج الجوزاء، وعم تفكر بالشي اللي صار، ولسه الذكريات يعني محاوطتك من كل مكان، لأنه الشخص هذا بالنسبة لإلك كان السول ميت. وبعدي عم شوف في تواصل روحي بيناتكم، حتى إذا كان الشخص هذا مختفي يا برج الجوزاء. راح أقول الأبراج، في برج العذراء، ميزان، جوزاء، ثور، طاقة ترابية عالية، الطاقة المائية موجودة عندنا، الطاقة النارية قليلة شوي، الطاقة الهوائية كلهم موجودين، جوزاء، ميزان، عذراء، جدي، ثور، ميزان. هي طاقة نارية شوية، مثل ما قلت بعده في تواصل روحي بينك وبين الشخص هذا. في منكم اللي اكتشف انه الحبيب متزوج، وهذا الشي كان بالنسبة لإله صدمة تعرض لإله. فممكن يكون في فارق سن بيناتكم يا برج الجوزاء، بينك في منكم اللي فيه فوارق في السن، في اختلافات، كل واحد بعيد عن الشخص هذا في بلد تاني، لأني شايفك زعلان كأنه هذه كانت صدمة، والشخص هذا يعني كأنه متزوج، يعني كأنه في منكم اللي بعلاقة ثلاثية، أو ممكن تكون أنت يا برج الجوزاء. بصراحة شايفة كأنه في رجوع لبعضكم، وفي أمنية جاية بطريقكم، في أمنية راح تتحقق، وفي لأنه عجلة الحظ واقفة بطريقكم يا برج الجوزاء، الشغلة هذه حلوة، وفي حكم أو قرار راح يتاخد وراح يخليك يعني شايفاك راح تكون سعيد بالقرار هذا، وراح تكون سعيد. فممكن يكون هذا الشي زواج، لأنه طلع لك ورقة الزواج يا برج الجوزاء.
لأني عم شوف كأنه الشخص هذا بالنسبة لإلك الأمان، وكنت بترتاح معه، وحاسة يعني أنا أكتر إنه الشخص هذا من الماضي. يعني شخص كنت بترتاح إله، شخص كأنه في بيناتكم ذكريات وشغلات، وعلى طول ببالك في ذكريات. يعني في منكم اللي كان بده يعمل معه عيلة، كان بيشوفوا العالم، والشخص هذا شايف إنك إنسان حلو، إنسان بتعمل خير، شخص طيب، والسول ميت. في منكم اللي جايب طريق ونجاح أو فرح، خطوبة أو زواج، أو في رجوع لعيلة. يعني في شغلات حلوة، ولكن الموضوع هذا رح ياخد وقت، لأنكم شفتوا رح يتجاوز الفترة هذه اللي احنا بنعمل فيها القراءة، خصوصا فيما يخص الموضوع هذا تبع الرجوع. كذلك حابة أقول شي فيما يخص، في شغلة راح أقولها، رسالة هي للناس محددين، هم راح يعرفوا الرسالة هذه لإلهم. برج الثور وبرج الجوزاء اللي في علاقة ثلاثية، برج الجوزاء مزوج مزوج، بس برج الجوزاء هذا بيحبك أنت يا برج الثور، بيفكر فيك أنت، وراح ياخد قرار لصالحك أنت يا برج الثور، لأنه أنت الشخص الأول اللي كنت معه، وأنت الأمان، والشخص اللي بيرتاح معه، والشخص اللي بيشوف إنه الشمس والحياة. في بيناتكم رسايل وذكريات، وأنت يا برج الثور طلعت من العلاقة هذه لما عرفت إن الشخص هذا متزوج، بس هو بيحبك أنت وراجع لإلك أنت وبيفكر فيك. الرسالة هذه والشغلة هذه والرجوع هذا أنا متأكدة منه 100% بالنسبة للناس هذول، لأنه الورق عندي واضح. عموما يا برج الجوزاء، في أمور جميلة جاية بطريقك، في شغلات راح تتغير، وفي تحولات جاية بالطريق راح تغير أحوالكم. حتى إذا أخذ الموضوع هذا وقت يعني طويل، فالصبر هو الحل، والتفكير الإيجابي، لأنه كما يقول المثل، ما تفكر فيه هو ما ستحصل عليه. كذلك في طاقة رجوع لبعضكم يا برج الجوزاء. الشخص يعني في منكم اللي فقد الأمل من الطرف الآخر، فأنا عم شوف الطرف الآخر فيما يخص العلاقة الثلاثية بفكر فيك كتير، وهو بيراقبك، يعني مراقبة شديدة. فالأمور طيبة يا برج الثور، حتى إذا كان في تأخير في الشغلات هذه، ففي شغلات حلوة جاية بطريقك. فبتمنى القراءة تكون شاملة وتشمل أكبر عدد من المتابعين. فحب أذكر بشغلة، إنه كل الطاقات موجودة عندنا، إلا الطاقة النارية شوية قليلة، هي موجودة ولكن قليلة مقارنة بالطاقة الترابية والهوائية اللي طاغيين على القراءة، وبعدين المائية، وبعدين بتيجي الطاقة النارية. فبتمنى التوفيق لبرج الجوزاء.